في سؤال لابد أن يطرح حتى يفهم من يشاهدنا الآن وما كتب الله له الحج، يفهم الآلية الفقهية في التعامل مع هذه المسألة. الحج هو على الفور ولا على التراخي؟ طيب، سؤال ممتاز جدا، بارك الله فيك. هناك تعرف المذاهب الأربعة انقسم الفقهاء إلى قولين، فذهب الجمهور إلى أن الحج على الفور مباشرة. أوضح ما المقصود بالفور. على الفور، على الفور يعني يجب عليك الحج مجرد أن كنت بالغا عاقلا راشدا مكلف، هذه التكليف، وملكت الزاد والراحلة، فيجب عليك أن تحج. أن تحج، لقوله سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتك رجالا، يعني مباشرة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يحج فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولقول سيدنا عمر أو بعض الصحابة من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. الموضوع خطير، وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى القول بالتراخي، قال متى استطاع أن يحج لو أخر لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة التاسعة، لكن متى حج؟ السنة العاشرة. السنة العاشرة، إذن بعد سنة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوفد سيدنا أبا بكر للحج فحج بالناس، ولما حج المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتمع له من الحجيج 100,000 حاج معه، فكان مؤتمرا مهيبا، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، فعلمهم الحج. وحينما قال صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إشارة إلى وداعه صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت بحجة الوداع. سميت حجة الوداع، وورد فيها خطبة الوداع التي أوضحت كثير من التفاصيل المتعلقة بحياتنا الدنيوية، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. مكة بلد عظيم، والمشاعر المقدسة أيضا هي كلها مقدسة لا شك، ويوم الحج هذا هو يوم عظيم. هناك خلاف بين الفقهاء أو بين العلماء، ما هو الأفضل؟ هل هو عشر ذي الحجة أم عشر رمضان العشر الأخير؟ العشر الأواخر. بعض الناس يظن أن العشر الأواخر أفضل، لكن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله سبحانه من هذه الأيام، من هذه العشر، أو من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد يا رسول، ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فما الأفضل؟ الحج. وهي أقسم بها الله سبحانه وتعالى، والفجر. نعم، قال والفجر وليل عشر، أقسم بيوم عرفة وأقسم بالعشر، عشر ذي الحجة، فلا شك هي أفضل. يتفرع على هذه المسألة خلاف بين سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لو كان على المسلم قضاء الصيام رمضان هل يصومها في العشر، عشر ذي الحجة، أو يصوم نافلة؟ ما الأفضل؟ في التفاضل. نعم، فسيدنا عمر ذهب رضي الله عنه إلى أن صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة أفضل، لأنها أيام عظيمة وأجرها كبير جدا عند الله، لكن سيدنا علي خالفه فقال صيام النافلة أفضل في عشر، لأن كما تعلم صيام يوم عرفة لوحده يكفر سنة ماضية والسنة القادمة، يكفر صيام سنتين. لكن نقول إن استطعت أن تجمع النيات، أحيانا الفقهاء عندهم جمع للنيات، يعني فرضا شخص دخل المسجد يريد أن يصلي السنة وكان متوضئ الآن، فيدخل يصلي تحية المسجد بنية تحية المسجد ويصلي بنية الوضوء، كما في حديث سيدنا بلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سمعت دفن عليك في الجنة ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله شيء، إلا إني كلما توضأت صليت ركعتين. ولنفرض أن عنده حاجة يصلي قضاء حاجة أو استخارة أو فإذا جمع هذه النيات كلها في هذه الركعتين أخذ أجر كل هذه النيات، ولعله إن جمع
صيام قضاء رمضان مع نافلة صيام في الحج في العشر العشرة ذي الحجة لعله يأخذ الأجرين، وما ذلك على الله بعزيز. والفقهاء عندهم يا سيدي إن أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. إن استطعت أن تجمع بين طاعتين ونيتين في فعل واحد فافعل، ولك أجرين.